نظمت مؤسسة حضرموت للثقافة أمسية بعنوان فن الدان في حضرموت بمدينة سيئون. هدفت الأمسية إلى دعم وتعزيز فن الدان الحضرمي والتأكيد على دوره الثقافي والاجتماعي، كما تعمل المؤسسة على تحضير ترشيحه للقائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية لدى اليونسكو. ضمن مشروع تراثنا حياة، واللي هو عبارة عن مشروع يهدف إلى تسليط الضوء على الفنون والعادات والتقاليد والحرف وكل أشكال التراث الثقافي غير المادي في حضرموت واليمن عموما. في هذه الأمسية تناولنا مشروع الدان أو الدان في حضرموت بشكل خاص. استمعنا إلى مختلف الشرائح من مغنين وشعراء وملقنين وممثلين عن السلطة المحلية، ممثلين عن منظمات غير حكومية وخبراء. الفكرة من هذه الليلة، ليلة الدان الحضرمي، تجميع أكبر عدد ممكن من ذوي العلاقة بالدان الحضرمي، شعراء، مغنين، ملقنين، باحثين، أكاديميين، للخروج بصورة متكاملة عن هذا الدان وتوصيف وفق منهج الأمم المتحدة، منظمة اليونسكو في الأمم المتحدة لإقراره في اليونسكو. دعوة كل هواة ومغني وشعراء والمهتمين والشخصيات الاجتماعية بالدان لأول مرة، هذا اللقاء والذي صراحة سررنا به وسعدنا به، ونتمنى أن تتكرر مثل هذه الجلسات وهذه اللقاءات لأجل تعيد للدان مكانته التي عهدناها وعهدها أجدادنا.